بصوا، هي الدنيا الايام دي حر جدا جدا، ففكره اصلا انا اقفل المروحه واقفل التكييف واقفل الشبابيك كلها عشان ما فيش صوت يجي في المايك، زائد اصلا ان انا اصلا افتح الرينج لايت وانوار تانية، فده متعب جدا وكأنك بالظبط قاعد في جهنم. مفيش اي سبب خلكش تعمل لايك للفيديو ده او سبسكرايب للقناه، فانزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب قبل ما نبدا في اي حاجه. طيب انا عارف ان انا غبت كتير، بس راجعين اهو الحمد لله ونبدا بقى تاني. هنتكلم النهارده بمناسبه ان العيد جاي عن التحرش، يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو مرة تشوفني انا كريمان، فبقدم مقطع لايف ستريم وتفشل سبيكر، ادخل كده هتقول لك لفه. وعندي قناه تانية للجيمنج بلعب فيها جيمنج حلوه جدا، ادخل برده اعمل لها برده سبسكرايب، برده هتلاقيها تحت في الديسكربشن. ولو عجبك المحتوى بتاعي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول. يا وحشتني جدا المقدمه دي. لو عايز تعرف انا ليه وقفت اليومين دول او ليه ما كنتش بنزل فيديوهات، هتلاقي الفيديو اللي بيوضح كل ده على الانستجرام. فانت لو مش عامل فولو الانستجرام ما مليش دعوه، لا خلاص خلاص كده، ممكن انهي الفيديو اصلا عن جد. ادخل ناوي يا صاحبي، يلا اعمل فولو الانستجرام بسرعه. بمناسبه العيد ان هو جه، كل سنه طيبين، ويعني امل ان الناس كلها تقعد في البيت اليومين دول، ما حدش ينزل في العيد يعني عشان احنا بنراهن على وعي الشعب. بس يعني في ناس هتنزل وفي ناس هيحصل لها اللي انا هقوله ده، ان البنات هتنزل، وزي كل عيد ما بيحصل كده ان الولاد بتتحرش بالبنات او بتعاكس البنات او اي حاجه من المسميات. مبدئيا كده لو انت جيت بصيت على اي واحد متحرش او اي حد بيعاكس بنات، لو البنت سابته هو بيبقى بيعمل كده وبيجري على طول، او بيعمل كده وتلاقيه عمل نفسه لو مش واخد باله او قال كلمه كده في الهوا والكلام ده. لو بقى البنت بقى جريئه كده وكلمته وشتمته، يقول لها والله ما عملت حاجه، اشهدي الناس، مش عارف ايه الكلام ده. ده اصلا اسمه الانكار. ففكره اصلا انت تعمل حاجه وانت خايف، او حاجه كده اللي هو والله ما عملت كده وانت اصلا عامل، او تعمل حاجه ويا رب ما تكلمني او يا رب ما تاخد بالها، ده كده انت كده مش راجل. وتقريبا كل الناس اللي بتتفرج عليا هي مش كده، والكلام ده مش عليكم اصلا، بتكلم على الفئه الثانيه. عشان مش معقول نكون مع بعضينا كده 4 سنين كده وبنتكلم في كل حاجه وازاي تهتم بجسمك وتهتم بكل حاجه، والاقي فيكم حد متحرش او الاقي فيكوا حد بيعاكس بنات، فدول مش من الناس اللي بيتفرجوا عليا. طب ليه بقى المتحرش او ليه اللي بيعاكس البنات بيعمل كده؟ ده بيبقى نقص، بيبقى نقص في اي حاجه بقى، بيبقى نقص في رجولته، بيبقى نقص اللي هو مش راجل كده مع اصحابه، مش ليه كلمه اي حاجه، فبيحاول يعوض النقص ده في حاجه تانية، اللي هو مثلا يتحرش بالبنات، او اللي هو مثلا يعاكس بنت. بيبقى برده خايف برده ان البنت دي تاخد بالها او حد تاني ياخد باله، عشان لو حد خد باله هياخد على عينه. مش عايز اقول انا عايز اعمل حمله ضد التحرش والكلام ده، عشان في ناس كتيره جدا يوتيوبر وناس كتيره جدا اهم مني عملت الحمله دي وبتنجح يعني الحمد لله، وبقى في ناس كتيره جدا بقى عندها وعي ان لا انا ممكن ما اتحرش عشان انا دلوقتي بقيت راجل، بقيت دلوقتي كبير الكلام ده. فانا بتكلم عن الناس الصغيرين اللي هو الشباب السرسجيه، سرسجي سر سرسجي سرسجي، وانا الدخ في السين ولا يا جدعان؟ حد يقول لي تحت كده في الكومنت. فخلينا متفقين كده ان المتحرش ده او اللي بيعاكس البنات، اذا كان بقى في جنينه في الشارع في اي حاجه، ده مش راجل. لسه ما نضجش، بس برضو ده مش حاجه تتخذ عليه، او اللي هو لا ده لسه ما نضجش فيعمل اللي هو عايزه، لا هي مش كده خالص. او مش عشان هو مثلا ده مجتمع ذكوري ويعمل اللي هو عايزه، لا برضو مش كده خالص. والناس اللي هتقول لي تحت في الكومنت اصل البنات هي اللي بتبقى لابسه ديه وهي اللي بتضطرنا ان احنا نعمل كده، لا هو ما فيش اي عيب اصلا على البنات. وانا مش جاي النهارده عشان اتكلم على لبس البنات خالص، البنات تلبس اي حاجه ان شاء الله تمشي، مش لابسه اي حاجه خالص في الشارع، هي في العقليه اللي هنا مش في البنات. والدليل على ده ان بره في انجلترا او بره في اوروبا في الدول المتقدمه هم بيبقوا لابسين او مش لابسين اي حاجه يعني، ومحدش بيكلمهم اصلا، فنكبر وده ملوش لازمه. ولو انت فكرت اصلا فيها ان انت بعد ما تعكس البنت او بعد مثلا ما تتحرش ببنت انت ما استفدتش اي حاجه خالص، انت بالعكس الناس هتبص لك بصه استحقار، مش هتبص لك بصه راجل. البنت ذات نفسها لو شتمتك او اي حاجه انت كده جبت شتيمه لاهلك، وممكن كمان تجيب كمان حد مثلا لو هيضربك لو اي حاجه، فيحصل مشكله كبيره. فانت احسن لك ان انت تتجنب كل ده، واحسن لك اكتر اصلا انت اصلا ما تنزلش اصلا في العيد خالص، عشان تقعد في البيت عشان ستي هوم والكورونا والكلام ده. بس طبعا ملهاش دعوه بالكورونا، الكورونا موجوده او لا، انت المفروض اصلا ما تكونش متحرش او ما تكونش بتعاكس البنات. وبس كده، حبيت بس افكركم بالحاجات دي، او لو انت مثلا صاحبك بيعاكس بنات او اي حاجه انت ابعت له الفيديو ده. في حاجه مهمه عايز اقولها، احنا بدل ما هنعمل فيديو كل 4 ايام، احنا هنعمل فيديو في اوقات معينه زي قناه الجيمنج. يعني قناه الجيمنج بنعمل فيديو كل يوم جمعه وكل يوم ثلاث، وهسيب لك برده الفيديو اللي فات ده حلو جدا جدا في قناه الجيمنج، هسيبه لك تحت في الديسكربشن، ادخل اتفرج عليه واعمل سبسكرايب هناك. فاحنا هنا هننزل فيديو كل يوم حد واربع، خليكم فاكرين كده كويس، حد واربع هنا وجمعه وثلاث في قناه الجيمنج.
متفقين؟ متفقين. لو في اي حد برضو عايز برضو يختار ساعه معينه نزل فيها الفيديو، يبقى مش في اليوم كله انت مستنيين، لا انتوا عايزين ساعه معينه اكتبوا لي برضو تحت برضو في الكومنت ايه انسب وقت تتفرجوا ليا على الفيديو ده اللي انا هنزله يوم الاحد والاربعاء. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تعملوا سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجي لك اي ابديت في حياتي. وقولوا لي برضو زاويه التصوير دي عامله ازاي، والالوان اتحسنت ولا لا، والمحتوى اتحسن ولا لا، عشان انا بدات اشتغل على المحتوى كتير قوي، والصوت وتقنيه الصوت والكلام ده كله يعني. فبس كده كالعاده، دوسا كوتش كوسان طيبين، السلام عليكم.